قبل لا نبدأ في الأسئلة ودي أنك تعطينا نبذة سريعة عن عبد المجيد بن نفال، الإنسان المتجدد اللي يعني الكل يتمنى يعرف تفاصيل هذا الشخص قبل لا نبدأ في الأسئلة. وأنت عارف من قناة الواقع كل يوم السلام يجي له أعداد ومتابعين يحتاجون يعرفون هذا الشخص الجميل اللي قدامي. من أنت بالتفصيل؟ يعني بالتفصيل اللي عبد المجيد الناس بن نفال الذيابي، أبلغ من العمر 30 عاما، رجل طموح محب للحياة، أحب السعادة أكره الكآبة، خاطر وسيع الله يتحمل الكثير. فودي أقوم وأقرأ الأسئلة اللي عندك. لا ما تقرأ، تحمل تحمل، هذا قد تحمل. طب عبد المجيد بن نفال عرفنا أنه شاعر، متى بدأت؟